سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا فيديو جديد، نهار جديد كيف العاده. المهم لقيتوني دابا، جبت ماما وجايه عاوتاني موراها باش غادي نديها للدار نوجدوا الفطور. دابا داش الربع قبل الربع باش نوجدوا اختي فطورنا ونقصوا فدويرتنا. وكل نهار كندير شهيوه، كل نهار كنحاول ندير شي حاجه. واخا دابا بوحدي، ماما ما صايماش، ماما ما كتصومش على حسب المرض ديالها الله يشافيها. وخا زعما السكر مرض مزمن كيبقى معاك طول الحياه. المهم الله يكون معاها مسكينه ويصبرها عليه، حيت كتعاني شويه بيه، شويه السخفه، شويه الدوخه. البارح مسكينه صافي بقات واقفه شويه، جاتها الدوخه وخصها تجلس. ايوا هذا ما كان بوحدي انا اللي صايمه في الدار. راكي كتعرفي ملي كتكوني بوحدك صايمه ما كتجيكش لونفي ديال انك ديري شهيوه ولا تاكلي ولا شي حاجه. ولكن واخا هكاك ما كنبغيش نحرم راسي ولا نبقى بلاش باش نحس بشويه. وهذا ما كان، وكل مره كنحاول نمشي شي بلاصه. دابا غدا ان شاء الله كنظن نمشيو عند عمتي حليمه. اسمعتيني وجدي راسك احنا جايين. وصافي هذا ما كان. دابا لقيتوني غادي ندير معكم فيديو وغادي نوضح فيه بزاف ديال الحوايج اللي متسوقه نوضحهم مع الشلاج، حيت انا كنتفرج وكنشوف شي هضرات ما كاينينش ولا علاقه. واش هضرات لا علاقه لا علاقه مع الواقع ديال اليسرى، الواقع ديال اليسرى. انا حطيت معكم داك الفيديو، قلت لكم راه بابا شنو قال لي وشنو قال لي. فقط وصلت كما كيقولوا الخبز الفران، قلت لكم شنو قال لي با، ما زدت ما نقصت، ما زدت ما نقصت. ما قلت لكم قال لي هذه نوصلها لفلانه ولا شي هضره ولا حتى شي حاجه. مسكين بابا كيجري في الخير. سيري عند خوتك، ولكن باش غتمشي عند خوتك راه حيت خوتك مع امك ضروري غادي تصالحي مع امك باش نشوف خوتي شنو كيقول لي. شوفي لهم دفرانهم، شوفي لهم حوايجهم واش مسخين، لبسيهم، ديري لهم، كسيهم. يعني هادشي اللي مسكين كيجري في الخير. وانا براسي بغيت نلبي طلب بابا، قال لي انا كنتحرق عليهم هنا، انا ما عندي جهد. هكا قال لي انا ما عندي جهد. وفعلا فاش كان هنا كل ساعه كيمشي كيدير هادي يدير هادي، الحوايج ديال العيد ما يخلي ما يدير. راه اخر مره مسكين شرا الحوايج ديال العيد بقاو غير في الكفر، لحد الان راهم كاينين في الكفر الحوايج ديال العيد ديال امين وادم، وشري لهم من الاحسن ما كاين. وشارك معكم والو، ما ياخذوش داك الحوايج. علاش؟ زعما غيكون فيهم السحور، غيكون ساحر في داك الحوايج الا دخلوا للدار راه فيهم السحور. وشوفوا الافكار كي دايرين، ما ياخذوش داك الحوايج حيت يكون فيهم شي حاجه، شي حوايج غير منطقيه. بابا مسكين كيجري غير في الخير وباغي يطمئن على خوتي، كان باغي يطمئن على خوتي. ولكن انا كنبقى ندير الخاطر ندير الخاطر حتى كنبقى بلا خاطر. ف من الاحسن نبقى نشوف نراعي راسي انا شويه، راعي اليسرى عاوتاني، واش يسرى شي واحد دايها فيها ولا يسرى شي واحد حن فيها ولا ولا ولا. انا كنت لقيت بابا هو اللي لقيت فيه شويه ديال الحنان ولقيت فيه هادي عليها. انا واقفه معاه وما كنبغيش نخسر له الخاطر، ولكن كتبقى يسرى بلا خاطر. كان بابا حطني في واحد الموقف بايخ صراحه، يعني بخلاصه القول حطني في واحد الموقف بايخ فهاد الشيء هذا صراحه. ولكن ماشي مشكل، كلشي كيدوز ماشي مشكل. انا كنت يلاه درت الخطوه الاولى باش ان شاء الله غندير شي حوايج وزعما غادي نحسنوا من هاد المعيشه اللي كنعيشوها، من العيشه اللي كنعيشو خايبه. عادي عادي قولي فيا نقول فيك، عض فيا نعض فيك، خايبه. وكنت باغا نصلح منها حيت هو وصاني على بزاف د الحوايج، وصاني حتى على لبنى ما نهضرش فيها بالخيب. قال لي بعدي من لبنى، هكا بصراحه العباره باش نقول لكم انا ما كنزيد ما كنقص. قال لي بعدي من لبنى. ولبنى قلت له لبنى كدير لي؟ قال لي شنو كدير؟ قلت له ما كتقوليش شي حاجه اون ديريكت، ولكن كتمشي عند الناس اللي يقولوا اخباري واللي يقولوا شي حاجه ديالي. وهكا انا بعدا هادي اكفس حاجه عندي، انا كتمشي عند وحده وها شنو كدير، ولا مثلا سيري قولي لها هادي، ولا هذيك اكفس حاجه، ولا خرجي عليها هادي، ولا ديري لها هادي، ولا ديري لها هادي. انا قلت له بعدا كنجي هانيشان، ما كنعطيش انا القنوات ولا اصلا ما كنهضر مع حتى شي قناه باش نجلس نعطي اسرارها ولا نيشان. غنقول لك شي حاجه غنجيك نيشان، ما نجلسش كنضرك موراهم، فهمتي؟ قال لي بعدي منها. داكشي علاش انا ما بقيتش غادي نهضر على داك الانسانه وما غاديش نهضر عليها من بعد. اما كان مازال عندي حلقات، انا كنت مازال داير لكم مسلسل رمضان حيت عندي بزاف ما يتقال وعندي بزاف ما يدار. ولكن على وجه با ما بقيتش هضرت، ماشي حيت حشمت من شي واحد، لا،
على وجه با ما بقيتش هضرت. قال لي بعدي منا بعت حيت با ما كنقدرش نطيح له كلمته الارض، خصوصا انه فات المشاكل. اما تا الا برا شويه، اما هو مسكين في السجن وجلس انا كنتعافر معاه، صافي اللي فيه راه فيه، اللي فيه راه كافيه مسكين، الله يطلق سراح. هادشي اللي كاين قال لي بعدي منا بعت منها وما غاديش نولي اختي نهضر فيها، واخا انا عندي بزاف ما يتقال وقلبي عامر ومازال عامر. هذا ما كان المهم. الله يدير شي تبي ديال الخير وصافي. هذا ما كان المهم. بالنسبه للبارح من حطيت معكم داك الفيديو قلت لكم انا راه بابا قال لي سيري عند خوتك تخربي منهم الناس اللي كانوا كيقولوا لي بعد العقه، واش ما سخيتوش بهذا اللقب اللي كتقولوا لي؟ انا بعدا ما دارنيش، شوفوا ما دارنيش، ولكن نتوما ما سخينش، ما سخينش بيه، ما سخينش انكم تبقاو تقولوا لي ديما العاقه المسخوطه، واخا ما ضرانيش لان داكشي غير مقبول. يا ويل الولاد من الوالدين، ويا ويل الوالدين من الولاد. حنا ما كنختاروش والدينا، والدينا ما كيختاروناش، حنا خصنا نتقبلوا والدينا كيف ما بغاو يكونوا، والدينا خصهم يتقبلونا كيف ما بغينا نكونوا، براسنا القاصح، بمشاكلنا، باي حاجه، فهمتي؟ ما حتى واحد ما كتعجبو هضرتي حيت كتلقاوها منطقيه 100%، 100% كتلقاوها منطقيه، ما كتلقاوش الغلط في هضرتي. ولكن الناس للاسف في هذا الوقت ما بغاتش الهضره المعقوله، ما بغاتش الواضح. كيعجبكم التخرويض والنفاق، كيعجبكم النفاق بزاف، انسان منافق، حيت انا داكشي اللي دار فيا ماشي سهل. وهكاك ملي لقى لي با سيري عند خوت، قلت له ماما، قال لي امك ما عندنا ما نديرو، ما عندنا ما نديرو على وجه خوتك، سيري قولي لها جلسي احنا نصفيو الامور ونوضحوا هادي ونوضحوا هادي. نوضح واحد النقطه حلا، علاش؟ حيت انا منين ما قلت اصلا صلح، ما قلتش غادي نتصالح، ما قلت شي حاجه، لمحت انني غنمشي عند خوتي، ولكن راه باينه القنطره اللي غتوصلني عندهم ماما. فاش لمحت قال لك حقا شي حوايج، شي حوايج، شي حوايج لا علاقه، وماشي في افكاري، وماشي انا ديالهم، وماشي كاع في بالنا نهائيا. قال لك حقا حنايا باغيين نمشيو نتصالحوا حيت خايفين على زين المحارم بعد داك القضيه. حنا انا كنقولها انا ضامنه داك القضيه براءه ديالنا فيها، انا داك القضيه ضامنه البراءه ديالنا الحمد لله فيها. واحد الانسان ما دارش شي حاجه، باغي تلصقوا تهمه بالسيف، باغيين ديروا جريمه بالسيف، ما كرهتوش كون كانت فعلا، نتوما عارفينها ما كايناش. وداك القضيه اخر قضيه نخاف منها، واصلا انا نزيد نوضح لكم هذه، كتقولوا حنا باغيين التنازل في داك القضيه، واش داك القضيه عباد الله فيها دابا التنازل؟ واصلا القاصر راه يشموا البوليس الريحه ديال كاينه واحد القاصر مغتصبه، وبلا ما تمشي تكتبي شكايه وتمشي عند المفوض يفرغ لك وتمشي ديري محامي، وغير البوليس يسيقوا الخبر القاصر مغتصبه، راه ما كيتفكوش معاك، ما كيتفكوش معاك لا من طرف باها ولا من طرف براني ولا كيف، المهم قاصر مغتصبه ما كيتفكوش معاك بلا شكايه كاع، وما فيهاش تنازل. راه واخا كيديروا تنازل مثلا براني، مثلا ادا بنت ولا شي حاجه يديروا التنازل، وما كينفعش وما كيقرش ليهم. واخا بالتنازل كيكون واحد تخفيف العقوبه وصافي، اما الحبس كيكون، اما الحبس كاين، واخا بالتنازل، واخا باش ما كان، حيت قضيه قاصر كتعرفي شي حاجه قاصر قاصر عباد الله، فهمتي؟ ما كاينش تنازل، خصوصا في هذه القضيه. واش الحكم دوز ابتدائي، دوزنا التحقيق تطبنا ودوز الابتدائيه ودابا في الاستئناف وغيكون تنازل؟ فكروا معايا غير بالمنطق. وحنا اصلا انا كنت عواله، علاش عواله؟ دابا المشكله انه المشكل ديالي ما جانيش مع البراني، اما كون جاني مع البراني كنت حزنت لوالديكم كاملين اللي اداني نيت ديال بصح ليا، ما يكون جاتني برانيه كنت تشوف مني وجه اخر. ولكن كتجمك، كتجي امك وما عندك ما ديري، وخا هادشي كله منين رغبني بابا في داك الزياره، حيت مسكين بقى فيا بزاف كيفاش كيهضر، قلت ماشي مشكل علو صافي مشي. فاش بغيت نمشي حق التنازل، انا فاش كنت عواله غادي نمشي، عواله غادي نقول لها ما بينا وبينك لا تنازل لا والو، خلي داكشي للمحكمه، في المحكمه وحنايا مثلا العائله ديالنا تصلح على وجه داك الولاد، على وجه داك الولاد. انا داك الولاد ما ولدتهمش ونسيتهم، انا على وجه با هو اللي كيبقى فيا،
انا هادوك عارفهم غيكونوا مزيانين، غي اخوتي الصغار يكونوا مزيانين، اختي فاطمه الزهراء الله يكون معاها. يعني انا عارف انا براسي دابا خصني اللي يدير على وجهي، وانا براسي خصني اللي راعيني واللي قابلني وبزاف ديال الحوايج. ما عرفتش كيفاش الافكار ديالي صراحه حد الان مخربقه، ما عارفاش كيفاش نوصل لكم. تخنقت قانتي يا باش ديري التنازل. انا دابا الا كانت كاع شي حاجه من المستقبل، الا كانت اوكا وكانت شي حاجه من هنا المستقبل، وما عمر انا ما نسمحش اللي يدير لي التنازل، ما نسمحلوش، انا ما نسمحش اللي يدير لي التنازل. علاش؟ لانه اصلا ليهم حتى هما شكايات اللي ما كيقولوها لكمش، واش يرضاو يقولوها لكم؟ حنا كيكونوا عندنا شكايات، عندنا شكايات، مشينا للتقديم فلان فلاني، مشينا للولايه قالوا لنا درنا لنا، هما لا ما غاديش يرضاو يقولوا لكم راه عليهم شكايات. نتحدى دوك اللي خرج المغرب دخلوا المغرب، عارفين راسكم شكون هما. غادي تمشي باش تصالحي معاها حقا باش دير لك التنازل، ولا دير ليش انا تنازل؟ انا اللي غيدير لي تنازل ما كنسمحلوش. وزين المحارم ما بقاش فيها التنازل، وزين المحارم رابحينكم فيها، كنقولها بوجهي احمر مزنقه رابحينكم فيها. علاش؟ حيت اول حاجه رابحينكم ديجا ابتدائيه، وحنا دابا في السيناف. قال لك حقا، هادي غير كلمه دازت ليا في ودني، حقا هاد التاجيلات هادو اللي كياجلوا حيت تايقين في القضيه ومامنين بالقضيه، ولا التاجيلات حيت خصهم يديروا القانون ديالهم كيف ما هو. هاد التاجيلات حيت فعلا خصهم يحضروا شهود، هاد الشيء علاش كاينين تاجيلات، حيت خصهم يحضروا شهود. هاد الشيء اللي كاين، بنادم كيفاش كيبقى يقول الهضره وكيفاش كيبقى يخربق ويزربق وما عرفش شنو. واكبر حاجه كتاكد براءتنا، الحمد لله هي براءتنا اصلا عندنا ابتدائيه الحمد لله، واكثر حاجه هي اختك مادام انها خرجت ضدك. سالينا الهضره، اختك خرجت ضدك، واللي شوفي ما درت شي حاجه عيب لانه غادي تشهد بالحق ولا ما تشهدش ولا دبر راسها، ولكن راه فعلا ما شافت والو. الا غادي تقول انا شفت شهاده زور وبركه نوصلها واحد الحاجه، انه داك الانسانه بشخصيتها القويه وما نعرف اشنو وبكيتوها، وداك الانسانه بشخصيتها القويه وسيرتوها وما خليتو ما درتو فيها، هي على حسب اقوالها في الفيديو سيرتوها وشطحتوها كيف بغيتو. بقى عاد وحده تسمع لكم الهضره وتعطيكم الطون، وحده ما عرفت كي دايره وما عرفت شنو درتو لها وبكيتوها وخرجتوها كتبكي وكتقول العار ما بعدو غا مني. بقى عاد وحده كتعطيكم الطوع ومسايراكم وهذا كي غديروا فيها. ما عمرني انا شفت وحده عندك بنتك، هادو المنتقدين، عندك بنتك، حضن بنتك، حضن بنتك، حضن بنتك، انت راكي راه بنتك واحد النفعه، بنتك واحد دايره واحد الفعله، مع العلم هاد بنتها هاد الشيء كامل اللي كيتقال مهياش، شي كامل اللي كيتقال انا كندير الخطط، انا كندرس القضيه، انا 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 واو واو، كنشوف راسي سبحان الله العظيم. يمكن الامور كتمشي لصالحي والناس كيجيبهم الله، كنخطط كنخدم عقلي بعض المرات، ولكن ما عمرني حتى تستيلو ورقه وقلت غندير هادي وغندير هادي وكنخطط لشي حاجه غنديرها، ما عمرني. وماشي بحالكم نتوما، نتوما عصابه. علاش؟ لانه الراجل ناعس في دارو وانتوما كتخططوا ليه باش يدخل الحبس، ناعس الراجل ناعس مع وليداته وانتوما تحفروا ليه تحفروا ليه تحفروا ليه باش يدخل الحبس. وحشومه، ما تقرش فيكم هاد الهضره وما غتاثرش فيكم، واخا ما عرفش شنو يوقع في الدنيا، ولكن راه كاين عندنا موعد مع الله نراعيو ونديروا على حساب داك النهار، حيت كيف ما كان الحال عندنا موعد مع الله على قوة الله وكبر كبيرة، راه كيود العصر. المهم البنات، خليت حتى يصلي الاذان احتراما ليه باش ما نبقاش هضرتي فوق الاذان حشومه. صافي هذا مكان. وبالنسبه اللي كيقول انا راني مشيت وسقت الكاميرات، انا ما كندورش بداك الحي كاع اصلا اللي كتسكن فيه، ما كندورش به كاع، وشي حوايج كنشوفهم انا كي الكذوب 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 الكذوب، هذيك راها خطيره، اكبر وحده خطيره، اكبر وحده كتخطط وكدير الخطط وكدير وكدير. اللي فيك هنيه ترجعيه ليا، لا اللي فيك هنيه ترجعيه ليا، وزوينه هذه هذيك راه كدير هذه، وهما الاولين اللي كيديروا هذا الشيء هذا ويرجعوا فيا انا. انا بعدا ما عمرني خططت، كنخدم عقيل وصافي، ولكن باش نخطط ونرسم هذه ونلبق هذه مع هذه
كنديرها اش كديروها نتوما شتي كديروه نتوما وراها غادي الكاميرا وشرا تخوتينات الخوتة. انا اش غنشري اش غنشري تخوتينات خوتي خداو حتى لي بيسيكلات اللي عندهم هما كيقيلو من شهرين بقى عاد ناخذ تخوتينات باش ندير فيها كاميرا باش نسجل انا فلوسي الا ما خسرتها على شراوط الا ما خسرتها على شي حاجه غنشريها هكا من الموسى طوموبيل محل دار ولا الا ما خسرتها على محامي ولا شي حاجه بحال هكا ما خسرتها على كرشي ما كنخسرش فلوسي في التخربيق الا ما خسرتهاش على هذا الشيء هذا اللي قلت لكم ما كنخسرش فلوسي في شي حاجه اخرى شري كاميرا باش نسجل انا ما كنخسرش في التحرميات هادو التحرميات ما كنخسرهاش نشري كاميرا باش نسجل وحده شنو مثلا اشنو انا قاعد التحرميات فيا هادو افعالكم وخطوط خططكم شتي التسجيل ما فيهش ديك الطبيعه ديال انني نسجل بنادم يكون جالس حدايا ونسجلو ما فياش وانتوما اول وحدين فيكم واحد غير ينوي يجي عندكم طق طق يلا هضر كنعرفوكم وكنعرفو نواياكم وكلشي كنعرفوه وكلشي عارفاه شتي. وبالنسبه للمجدة غادي نطرق واحد الموضوع عاد دابا جاني في بالي المجدة لانه انا فاش قلت في اللايف شحال هادي كنت كنقول انه ما كنهضروش معاها ومؤخرا قلت انني هضرت معاها وقالت لي واشنو قالت لي انا مجدة ما عمرني هضرت معاها حتى الاول جلسه غادي فيها مجدة في استئناف جات مجدة في استئناف اول جلسه غادي فيها قلت لها اعطيني نمرتك انا اللي طلبت منها تعطيني نمرتها وما فيها حتى شي عيب ما كنتش كنهضر معاها ما عمرني هضرت معاها حتى لذاك النهار وفاش خديت مرتها ما كنصوني عليها ما حتى شي حاجه ولا صونيت واش نخاف من شي واحد من بعد وادخلوا سوق جواكم ومن بعد واش انايا كنخاف من شي واحد ولكن كنقول الواقع الصراحه اللي كاينه هضرت ما هضرتش انا هضرت كاع من بعد سوق شي واحد ما سوقتش شي واحد مجدة ما كنتش كنهضر معاها نهائيا هي مسكينه كتصوني عليا مره كتقول لي راهم كيديروا لي راهم كيفعلوا لي راهم كيصونيو لي كيبرزطوني راهم كتشكي عليا كنقول لها غير صبري ما عندك ما ديري واي حاجه ديرونجاتك اختي قوليها للقاضي هادشي اللي كنقول كنكون معاها قانونيه قلت لها اختي باغيني يجيبوك كرشي وقوليها للقاضي باغينك تجي تشهدي الزور قوليها للقاضي كنهضر معاها قانونيه علاش لان مؤخرا جاو عندها ناس بطوموبيله قد الصخت وحده كتقول لها انا قاضيه وغتجي وتقولي مع تجي معنا وتقولي اللي غنقولوا لك دابا تقوليه هذا راجلي راه بوليسي بعدا هادي بعدا بوحدها انتحال الصفه هادي بوحدها جرم هادي بوحدها جرم هي مسكينه قالت لي هادشي قالت لي غير طوموبيلتهم خلعتني غير طوموبيلتهم خلعتني وكتقول لي انا قالت لها شوفي نقول لك جوج هضرات تكوني قضيه ولا ماشي قضيه ولكن انا ما شفتش وما غنشدش الزور واخا تحطوا لي السيف على عنقي هذا حوار داز بيني وبينها وبقيت كنتصانط ليها وكنشوف بنادم والوقاحه ديالو فين وصلات وهادشي راه عليه شي جوج سيمانات وما هضرتش وما قلتش وسكت مع العلم نتوما غير تسيقوا الخبال تنقنيقه تخرجوا نتوما ما كتسيقوا والو كتبقاو بحال الكلاب تتنبحوا فهمتي اما انا شحال هادي في راسي هادشي هادي جوج سيمانات وما قلت ما حتى شي حاجه كنشوف بنادم فين باغي يوصل وساكته ومكونه واللي دارها الله هي اللي غادي تكون والحمد لله ما كاين حتى شي حاجه داك الاب مسكين ذنبو الواحد هو يمكن رعانا وحن علينا داو ذنبو وهذا ما كان بالنسبه للمسكينه مجدة كتعرض لبزاف ديال هذا انا قلت لكم باش يجيو عندك وراهم عارفين راسهم دابا اللي دار هادشي راه عارف راسو كيشوفني وعارف راسو وعارفه راسها اللي غتنتحل هاد الصفه وغتمشي عند السيده وتقول لها اجي قولي لنا داكشي اللي بغينا وغدا نتلاقاو في القهوه نكملوا الهضره ولينا عبرات عليكم ما عطاتكمش وقت وصافي هادشي اللي كاين مسكينه الله يكون معاها وصافي لانه كل مره كيحاولوا يجروا عليها من الخدمه وكيوقعوا لها مشاكل قالتها لي غير اخر مره فاش مشينا للجلسه قالتها لي قالت لي حشومه تاجيلات بزاف وفي الاخير زادت عند القاضي مسكينه وقالت له فكنا نهضر غير جوج هضرات انا هاد الاب ما شتمنو والو وصافي كتجي تقول لي انا راه كيديروا لي كيديروا لي كنقول لها قولي للقاضي سالينا الهضره لان هادشي خصو يبان وحدين كيمشي ويدير ويجيو يلصقوا لينا حنا خاطفينها وحنا دايرينها وحنا وانا ما مسكينه ما عمرني هضرت معاها كاع
انا باش كنقول لكم شحال ديال الظلم، يسرى دايره، يسرى فاعله، يسرى 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 يسرى، ولكن با هاد المره هادي بالضبط حطني في واحد الموقف بايخ خايب ما نتمنى حتى شي واحد، ولكن ماشي مشكل، غادي نقابل راسي انا، لان داك الولاد عندهم والديهم، عندهم هم، عندهم باهم، الله يكون معاه، صافي سالينا الهضره. شوف راسي انا كيفاش دايره، الا ولدت شي ولد ولدة تولي كرشي ولا بنتي، داك الساعات نتحمل مسؤوليته، اما انا ما ليا حتى شي ذنب، انا براسي خصني اللي يكون معايا، انا براسي خصني امي وبا حدايا، نبقى انا كنتحمل مسؤوليات كبارين كبارين، وما كيراعي حتى شي واحد، لا اليسرى ولا 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 حتى شي واحد. ويسرى كتسمى خايبه كيف ما دارت، خايبه كيف ما دارت خايبه، اللهم صافي ما. وانا كنقول لكم شتو سبحان الله العظيم، داك الناس غير كيشموا الريحه ديال انه غيكون صلح، كينوضوا كيطيروا، وعندك 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 وعندك. وانا البارح مشيت عند اختي فاطمه الزهراء، صوناو عليا قالوا لي جيب الكتبه ديال اختك، صافي هي هذيك. مشيت للدار وخابتنا عند عمتي اسيه، طلعت للدار ديالنا جبت ليها الكتبه ديالها، دزت واحد الكافي باش نشري لها الباتيسري والمملحات ديال رمضان، وراكم عارفين. صافي هي هذيك ديتهم ليها، انا ديتهم ليها وهي جايه من المدرسه، ما سلمتش ليها هكاك من بعيد، صافي راه باين انني توحشتها، وباين باين باين كلشي. صافي هي هذيك، وفي الاخر كنسمع انه داكشي ترمى، داكشي اللي جبت لاختي الماكله ترمات. بدا اول حاجه حشومه ترمي نعمه الله، عطيهم غير داك الناس اللي تما، داك البنات اللي تما راه يتمناو داكشي، ولا بزاف ديال الحوايج حشومه داكشي ترمى، راه الا ما بغيتيش تاكلو هي زعما خوفا انه تكون فيه شي حاجه، راه كاين الناس هذا، كاين الناس يتمناو ياكلوه ولا يبغيو ياكلوه ولا يتشهاوه، وانت تجي ترميه حشومه، هادشي راه حشومه، عطيه غير داك البنيتات بعدا على الاقل. هادي الاولى. ثاني حاجه اللي كيقول لك انت باغيه تصالحي مع امك باش تمشي عند خوتك باش توصي خوتك يقولوا شي حاجه لفاطمه الزهراء، هادشي كامل انا باش نقول شي حاجه لفاطمه الزهراء. مطورين نتوما، مطورين بزاف، مطورين اكثر من القياس. اوديش غادي نقول لكم فاطمه الزهراء اختي عندي فيها الثقه التامه، لان انا عارفه تقدر تكون كتعرض سميتو تتعرض لابتزازات ولا شي حاجه ولا ما نعرف اشنو، ولكن الله يكون معها. هادشي اللي غادي نقول، فاطمه الزهراء الله يكون معها فقط. واختي فاطمه الزهراء عندي فيها الثقه التامه، علاش؟ لانه اصلا شي حاجه كاينه كاينه، ما كايناش ما كايناش، وهي بعقيلها تبارك الله، هي بعقيلها، ماشي غادي تجي وتقول شي حاجه ما كايناش باش تخرج تما. انا عارفه اختي واخا تبقى حياتها كلها تما وما تشهدش الزور، باش تقول باش تفهموا، باش ما تبقاوش ديروا حقا شهدي في باك ونخرجك من هنا، فهمتي الميساج كنظن نوصل، شهدي في باك ونخرجك من هنا راه ما كايناش. انا عارفه اختي واخا تبقى تما وما تخرجش وتقول شي حاجه الصور، سالينا الهضره، وهذا ما كان. واي باش نوصل لكم داكشي كامل ديالكم، حنا عايقين بيه وعارفين، وعارفين خططكم، خططكم كلها راه باينه وعارفينها، تقيلوا تحفروا الظل وتحفروا الواحد باش يدخل الحبس، تقيلوا تحفروا لهذا لهذا لهذا. انا اللي دار لي شي تنازل ما نسمحش ليه، اللي دار لي شي تنازل ما نسمحش ليه، وانا ما عمرني غادي نتنازل. كتزيدوا تحقدوني، كتزيدوا تكرهوني، حقا انتيا مسخوطه، حقا سيري تصالحي، فاش كتبغي تصالحي؟ وانا ما مسخوطاش، انا ما مسخوطاش، انا عارفه راسي الحمد لله مرضيه، الحمد لله. شوفوا راسهم هما، انا ما مسخوطاش. دابا الناس في التعاليق سيري تصالحي مع ماماك مره، لا انتيا دابا قولوا لي بعدا واش هكا، وبيضه ولا كحله بعدا، انا راه دوختوني، انا بعدا ما كنطبقش شنو كيقولوا الناس ولا شي حاجه، ولكن كنشوف بعض المرات تعاليق، مره سيري 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 سيري، نهار كتبغي تمشي الا ايوا دابا واش كحله ولا بيضه، مالكم جاتكم الحريقه الحريقه، النهار كنوي ندير شي حاجه ولا كتجيكم الحريقه ما كتسردلكمش، دايره مسخوطه تماك مسخوطه تماك، النهار كنبغي وكنبغي نمشي ندير الخير واخا راه على قلبي، لانه داكشي اللي دار ما كيتنساش، ولكن باش ندير مزيان مع الله، وباش نكون مزيانه، وباش نرتاح من المشاكل، وماشي شكايات. باش نقول لكم انا الحمد لله عواله، انه داكشي ديال المحكمه راه في المحكمه، خليه
المحكم خليه، ولكن بغى نكون مرتاحة أكثر. أنا الحمد لله عارفة راسي مزيانة مع الله، وربي راه كيشوفني أنا مظلومة، ربي راه شايفني أنا مظلومة، وعائلتي كلها أنا وبا بالضبط مظلومين، شحال مظلومين، كيشوف كل شيء وعارف الصح من الغلط، ولكن ما عندك ما دير، بنادم هو هذا. هادشي اللي كاين البنات، طولت عليكم بزاف هاد الفيديو هذا، وافكاري كلهم خربقين، نقدر نكون نسيت بزاف الحوايج ما هضرتش عليهم، وان شاء الله فيديوهات جايه وسمحوا لي. وهذا ما كان، السلام عليكم.